السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. كما كتشوفوا كيبان لكم في الصورة، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم دجاج كنتاكي أو كأفسي بصدور الدجاج. كيجي مقرمش من برا وهشيش من الداخل، كيدوب في الفم بدون كونفليكس، والمذاق يا سلام. نتمنى وصفة اليوم تعجبكم، ولا عجبتكم بقاو مع الفيديو وفرجة ممتعة. بسم الله، نبداو بالمكونات على بركة الله. وانا تنستعرض عليكم المقادير وانا تنحضر معكم. عندي هنا واحد 700 غرام ديال صدور الدجاج اللي قطعتهم هكا شرائح رقيقة بطريقة عشوائية، يعني تنقطعهم ويكونوا رقاق ميكونوش غلاط. ناخذ اناء نبدا نضيف فيه هاد الخلطه اللي غادي نرقد هاد الدجاج فيه. عندي نصف كاس حليب ما يعادل 100 ملي، نصف كاس حليب عنده، ونضيف له بيضه. عندي هنا بيضه صغيره بالنسبه لهاد 700 غرام ديال الدجاج، يعني من الاحسن تكون بيضه صغيره. ونضيف ليها واحد جوج معالق كبار ديال عصير الليمون الحامض، وإذا ما توفرش عندكم ديروا الخل اللي نكهه الحامض او الخل الابيض، ديروا ملعقه كبيره. وكنضيف الملح، الملح يعني ما تكثروش لان الدجاج تيكون مغسول بالملح. غادي نضيف، غادي نخلط عفوا جيدا هذا الخلاط اليدوي حتى تنتج الحليب مع البيض، هذاك الليمون الحامض مع الملح. ونضيف واحد ملعقه صغيره ديال بودره الثوم، يمكن لكم تعوضوها بفص ثوم محكوك. ونضيف لها كذلك واحد، عندي هنا ملعقه صغيره ديال الثوم ديال البصل البودره، يمكن لكم تستغنوا عليه ولكن كيعطي اضافه طعم زوين هذا الطبق. نبدا نكمل داك التوابل. عندي هنا واحد توابل الدجاج، عندي واحد ملعقه صغيره ديال توابل الدجاج، الا ما كانش يمكن لكم تعوضوها غير بسكنجبير والخرقوم فقط والابزار. ونضيف راس المعلقه ديال الابزار، يمكن لكم ديروا كذلك الصلصه الحاره او الهريسه او السودانيه حاره، انا فقط اكتفيت بهذا. ونضيف ملعقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، كتعطينا اللون والمذاق. نضيف نصف ملعقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم البلدي، ونصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير. غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال، هنا عندي الزعتر كل مشكوك جيدا رقيق او لا مطحون، ضروري الزعتر تعطي اضافه زوينه لهذا الطبق. ملعقه صغيره ديال المطر، يمكن لكم كذلك الاستغناء عليه ولكن كيعطي بنه للطبق كذلك. نضيف ملعقه ديال زيت الزيتون، ملعقه كبيره، ونخلط الكل جيدا حتى تتجانس ليا هذه المكونات مع بعضها بالطراب اليدوي. وعاد نضيف ليها داك قطع الدجاج، انا كنوريكم في الصوره كيفاش قطعتهم. كناخذو صدر الدجاج نقطعو قطع شرائح طويله تكون رقيقه كما قلت لكم في الاول، وكنضيفها لهاد لا مارينات او هاد الخلطه. غادي ناخد هاد السباتول ونبدا ندخل هاد المكونات او هاد التوابل في هاد قطع ديال اللحم، لحم الدجاج او صدور الدجاج. ناخد بلاستيك عدائي ندخلو الثلاجة، انا دابا الجو ساخن، ونخلي على الاقل ساعة على الاقل، يمكن لكم تخليوه حتى ليلة كاملة يعني حسب الوقت اللي عندكم.
دابا غادي نديرو الخلطة اللي غنفندو فيها داك قطع الدجاج اللي تبدلنا. عندي هنا واحد الكأس ديال الدقيق، كأس دقيق الفرز، عندي نصف كأس ديال لا شابلوغ. يمكن لكم تستغناو عليها ديرو كأس ونصف ديال الدقيق، ولكن هاد لا شابلوغ كتعطي القرمشة هاد القطع ديال الدجاج او دجاج كنتاكي. نضيف واحد نصف ملعقه ديال الخرقوم البلدي، تقريبا نفس التوابل اللي درنا في الاول غادي نديرو في دابا، ولكن كميه اقل. عندي نصف او راس ملعقه ديال سكينجبير او الزنجبيل. نضيف كذلك واحد نصف ملعقه ديال التحميره او بابريكا. قلت لكم ديروا السودانيه حاره حتى هي الا كتبغيو الحار. نضيف راس المعلقة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود. نضيف هنا بودرة الثوم مجفف، من الأحسن تكون عندكم. نضيف بودرة البصل، يمكن لكم الاستغناء عنها، ولكن كما قلت لكم في الأول راه تتعطي بنة ولذة لهاد الطبق، وكذلك عدة أطباق. ونضيف الملح وما نكتروش، لأن درنا الملح في الخلطة الأولى في داك المارينات، يعني درت تقريبا واحد راس المعلقة. وغادي نضيف السر ديال اللي كيقرمش لينا هاد قطع الدجاج كنتاكي، كيعطينا القرمشة والهشاشة في نفس الوقت، اللي هي واحد نصف كيس ديال الخميرة للحلويات تقريبا 4 غرامات اللي كنخلها داك الحبيبات اللي كيتكتلو فيها. تنطرب الكل جيدا بهاد الطراب اليدوي، تكتجانس ليا هاد العناصر مع بعضها كيف ما كتشوفوا. بعد ما دازت تقريبا انا عندي هنا ساعتين ديال الوقت، كانوا عندي في الثلاجة لان الجو ساخن. كما كتشوفوا ها قطع الدجاج كيفاش بدا، وكناخد قطع ديال الدجاج وتنفندهم في هاد الخلطه اللي درت معكم ديال الدقيق ولا شابلي والتوابل. تنهز كل قطعه كما كتشوفوا، تنفندها مزيان هاد الخلطة كما كتشوفو، وتنفضها ضروري تنفضوها داك هاد الخلطة باش ما يطيح لكم في هاداك الدقيق مع لا شابلوغ في الزيت، ويحرق لكم هاد الدجاج كنتاكي ويجيكم محروق. كنكمل بنفس الكيفية كما كتشوفوا. بالنسبة الى تبعتوا هاد التتبيلة وهاد الخطوات كيجي رائع وبنين. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعاليق ديالكم. بالنسبة للقلي ما فيها باس، مرة مرة الانسان مرة 15 يوم شهر نفرحوا الوليدات هكذا، كنديرهم في الدار حسن ما ناكلوهم على برا. يعني الانسان ملي تيدير الحاجه في دارو تيعرف المكونات ديالها والمصدر. كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. دابا عندي هنا واحد حمام زيت، والكميه ديال الزيت كتكون على حسب كميه ديال الدجاج اللي عندكم، كتكون يعني كمية اللي هي لا بأس بها. كيكون ساخن جيدا كنستفو فيها او كنصفو فيها داك قطع الدجاج كأفسي او دجاج كنتاكي، كنستفو حتى كيتحمر ليا من الجهة، حتى نبدا نقلب فيه باش يتحمر ليا من الجهة الاخرى كيف ما كيبان لكم في الصورة.
كلكم هالدجاج ترافقوه مع اي سلطه، مع بطاطس مقليه. كنبدا دابا نقلب فيه. انا في الحقيقه رافقته كما كتعرفوا دابا راه الموسم ديال الرجله باش نستافدوا منها، رافقته انا مع الرجله مع سلطه صيفيه. نتوما رافقوه داكشي اللي كتفضلوا، داكشي اللي متوفر عندكم. كما كتشوفوا النتيجه دجاج مقرمش معنا برا، يعني ملي تاكلوه تتحسوا به الفتي وهشيش كيدوب في الفم. كنستمر نكمل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه حتى كننتهي ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرت معكم، وصفه دجاج كنطاكي. وبهذا الشكل كنكون وصلنا للشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرت معكم اليوم، دجاج كنتاكي او KFC. كيجي رائع مقرمش معلى براب، واحد الطبقه اللي هي مقرمشه، كيجي فتي وهشيش من الداخل كيدوب في الفم، والمذاق ما نقول لكمش يا سلام، يعني مذاق زوين بزاف. كما قلت لكم انا رافقته برجله، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في الوصف، ورافقوه كذلك بصلصة المايونيز، صلصة الكيتشوب، وانتوما رافقوه بالصلصة اللي كتفضلو واللي متوفرة عندكم. كنتمنى وصفتكم تعجبكم وتنال رضاكم، ولا عجبتكم كنتمنى تخليو لي اكبر عدد من اللايكات. لكم في اول مرة كتدخلو القناة متنساوش تضغطو على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.